كنت فاكر السعادة حاجة متحددة، بنت حلوة شكل هادي ركبت من ابو الفدا. المشكلة ان الصوت يا معكر الهدوء، والشباب في الزحمة قاموا لما شافوا البنت زوق. قالوا هيلا بيلا صيدة يلا بينا نبتدي، مهما كان الفعل جارح هي مش هتشتكي. المحترم اللي فيهم شارك بس بالكلام، مع ان كلام مجارح بس زايد والسلام. موقف مهين اصل كل الناس ساكتين، اللي شايف واللي سامع واللي راكب من الحسين. قاعد طول السكة ساكت شارك بس بالعينين، شيء يحزن حاجة تقرف ان كل الخلق عادي. اللي عامل فيها سارح واللي بيسمع للمنادي كله عادي، لو حيبقى حد راضي كله راضي ان الغدر يبقى عادي، ويترمي حمل العتاب على البنات وعلى الاهالي. ليه بنرضى ومش بننطق؟ هو ده دايما سؤالي. وسط كل بيت حكاية متحكتش الكسوف، وسط كل بيت حبيبة شايفة بكرة كل خوف. مين السبب لو في يوم الغدر طال كل البيوت؟ مين السبب لما الحبيبة تصرخ ان مفيش حلول مفيش حلول؟ كنت فاكر السعادة حاجة متحددة، نفس البنت تاني يوم ركبت من ابو الفدا. خط زحمة كوام ولحمة اكشن عيدة، قصة تاني بابتسامة صفرة بادئ قالي والكلام اغاني. يا حلو يا اللي واقف يلا بينا ولا ايه؟ من البداية البنت صارت هو جايب اسمه ايه؟ هو ايه؟ مفيش شهامة ابعد عني عايز ايه؟ صوتها يعلى ومن بجحت رد كان الصوت صوتين. قالها ما جيتش جنب كله شايف ايدي فين؟ الامل عمال بيضعف ان حد يقوم يساعد، واضح ان الكل ساكت على المشاكل كله باعد. قالت عيب على الشناب وعلى الدهون اللي موجودة، فين النبل يا جدع؟ فين النخوة والرجولة؟ قابل كل قام وشاخط بسطولة اللسان، زعلوا منها لما سمعوا صوت الحق في الودان. زعلوا منها لما سمعوا صوت الحق في الودان. وسط كل بيت حكاية متحكتش من الكسوف، وسط كل بيت حبيبة شايفة بكرة كل خوف. مين السبب لو في يوم الغدر طال